كل الراس عقبة هاي شوف الله العظيم اللي عندنا ملح فور روبيو هذا اسمي تشرنوت هذا تشرنوت هذا حرام الملح حرام الملح وهذا فلفل هنا كيف والحوت راك عارف حساس دغيا كيشد البكتيريا لا ما أنا اسمي عبسلم بيع وسري في السمك قديم عندي 20 عام وأنا كان بيع في السمك كنا في ممارسة ديال طنجة جوزنا فيها شي 20 عام زابونا هنا زابونا هنا نسينا كتشوف ها بنادم في وسط الشمس ها بنادم السيب كاري والله يحسن العون راه الخاوة الله وما هذا منكر راه 20 عام الخاوة الحرفة وزيدان هنا كاين بنادم كاري تم الصديق مصطفى حنا كنتواجدوا هنا بطنجة كاينين ناس اجنبيين جاو من طنجة بحال هكا حنا بياع وشراية تلحنا من الميناء طنجة لاحونا لهذاك الميناء سدوا علينا هادو كيقول لك الباج اللي كاينه تماك ديال هادوك جوج جمعيات هما شدوا القناه ديالهم وحنا لاحونا شوف هاد الحاله هادي في لاحونا حنا ها يا ياك ما عندنا لا نبيره لا والو القايله علينا كلشي علينا الناس هنا مليوحه ما كاينش في الباب اللي دقيتي عليه كتصيبو مسدود ما جا حتى واحد يسقسي علينا هنا بحال وراه كاينه تما هنا كاينه واحد 120 ولا 130 هنا ديال البيع والشرايه اللي كيبيعوا بالتسقيط وحنا مليوحين هنا من المرسى تلحنا هنا وحنا ما حنا ناس بحريه ما مولفينش هاد الحياه هنا دابا تخنقنا شو شحال ديال البيع والشرايه هنا حتى واحد ما قد يدوي عليهم واش الحوته غتهز من الماء وغادي تلوح البر غادي تعيش وحنا ما عايشين والو عايشين عيشه مدلوله وحنا دابا كنتسناو السلطه باش تجي عندنا وتهضر معنا حتى حنا بحال البشر يعني ما نبقاوش مليوحين هاد اللوحه هادي كلها نحن بهاين السمك في العوام ماشي ديال العوامه ولهذا نحن ضايعين معنا لا البلايص لا والو يجب على السلطه ان تنتبه للموضوع هذا الموضوع هذا خصو اهتمام وحنا هنا تشو ما كاينش الشتاء كاين الشمس والسلعه ديالنا كتضيع وحاليا السلعه كنشروها ب 20 درهم للكيلو كاين اللي كنبيع 15 هنا فينا الربح شنو غادي يكلوا ولادنا اذا هنا يجب على السلطه ان تنتبه للموضوع هذا الموضوع حساس بزاف وحنا عندنا عائله كاين اللي ما عنده ولا عنده ثلاثه ديال الاولاد شو السلامه منفيه تماما ما كاينش نهائيا ولهذا الناس حنا عايشين بواحد ازمه هنايا مع هاد السلعه هادي يعني كتضيع لنا كتضيع لنا والى هذا يجب على السلطه الله يجازيكم بخير والله يجازيكم بخير شوفوا هذا الموضوع اهتموا به وعاش الملك انا محمد الحدوتي من مدينه حسيمه تعاملت في ميناء طنجه لمده 10 سنوات نهار اللي جاو طيحوا الميناء وعاودوا له بالتعويض حنا ما استفدنا من والو في الاخر حنا تسيبنا في هذه البلاصه هذه احنا عشوائيين ما كانت الشتا كطيح علينا الريح كيصوت فينا دابا ساعه كيجي العسكر يقول لك جمع من هنايا وقايد شنو هاد الروين وحنا ما عندنا فين نمشيو دابا كاريين والعواول وتينا كتشوف المهم ما كاين لا شروط صحة لا مهنة لا مياه لا فين تغسل يدك لا فين تغسل رجلك حنا مسيبين في العوامة حنا كنترزقوا على الله كنبيعوا صندوقات الحوت جوج ثلاثة ما كاين لا نظافة لا ضوء لا ما لا حتى شي حاجة بنادم ضايع بوفري مسكين هنا اللي بالوليدات ولا اللي بلا وليدات اللي كيجيو هنايا تمشي تفرش لهن كيجيو يروحوا لك المخزن شنو غادير لهاد الولاد هذا شنو غاتوكل هاد الولاد ها واش ماشي المغرب ديالنا حتى حنا عندنا حقوقنا علاش اللي ما نعيشوش حتى حناك بحالنا بحال عباد الله علاش اللي ما يكونش هادشي هذا علاش ها عندنا الحمد لله كل شيء متوفر كل شيء الحمد لله الخير داله الحمد لله علاش لي ما بنادم حتى هو يترزق الله ويكون شي سوق مزيون بنادم يبيع ويشري وهنا كل نهار مدابزه كل نهار
كتحط بلاصتك ولا شي حاجه كتجي غدا اخر ما كتلقاش البلاصه. فين هي هاد البلاصه؟ مكرفسين هنا انتم كتشوفوا بعينكم. هاي الغيس ها الماء بنادم مكرفس بوفري مسكين هنا بحال اللي مسيب، ما كاين حتى شي حاجه اللي هي زعما شي حاجه سلم والو، ما كاين حتى شي حتى حاجه. والله ينصر سيدنا، ما كاين لا شروط الصحه لا نظافه لا ما لا ضو لا ثلج لا كلاص، ما عندنا والو اخي. جابونا جابونا هنا كبونا في هذا الواد هذا اخي، خصهم يشوفوا لنا شي حال اخي، يشوفوا لنا شي حال كمواطنين. الا كنا مواطنين يشوفوا لنا شي حال، هذا هو اللي كاين اخي. حق علينا مسيبونا هنا في الزبل، ما عندناش حنايا، حنا بشر حنا مسلمين، هو هذا هو الحق. 40 سنة أنا مسجل معاهم فيديو تما مسجل معاهم 40 سنة وأنا هنا في المرسى. كنطالبوا الحق ديالنا من عند سيدنا، يعني عندنا شي حاجة يعني، إلا حنا ولاد الوطن. ها صافي حلالي حلالي هالفانيكا هالروبيو هالروبيو هالفانيكا الرباحة هالفانيكا هالروبيو.